الأحزمة، عندي عدة أحزمة في رياضة الكونغ فو في مختلف الأساليب. عندي مثلا عندي حزام أسود من الدرجة الرابعة في جيلونغ فوضو رياضة الكونغ فو الفيتنامي بوكوترين، وحاصل على حزام أسود درجة خامسة في رياضة الفيت فوضو مدرسة هولونغون، وحاصل على حزام أسود درجة سادسة جامعي في رياضة الفيت فوضو، وحاصل بصفتي كمؤسس رياضة الهوكي لونغ على حزام الأسود درجة عاشرة تحت لواء الجامعة الدولية للشروجين. بالنسبة للمسابقة اللي كانت هي دولية، كانت مسابقة في جميع فنون الحرب، يعني كان فيها الكيمبو، كان فيها الكاراتيه، كان فيها الكونغ فو، يعني وعدة أساليب أخرى. وكانت يعني الفكرة هي عن كل دولة تبين على المهارات ديالها وعلى المستويات العالية في فنون الحرب. وكانت الفكرة جات من الجامعة الدولية للشوروجينغ اللي كتنضاوي تحت الجامعة الأولمبية، وفكروا انهم ينظموا يعني وخذ كوفيد، يعني احنا ما غاديش نريحهم مكتفين الايادي، يعني فكروا اننا نديروا واحد البطوله عبر الويب اللي شارك فيها تقريبا، وشاركوا فيها تقريبا ما يزيد على 110 الدول، يعني تقريبا وصلت لشي 120 دوله من القاره الافريقيه والقاره الاسيويه والقاره الامريكيه وبعض الدول الاخرى. انا شاركت بتقنيه الدفاع عن النفس وبالليكوين، يعني حتى لاخر لحظه الليكوين يعني ما كنتش موجود لي حتى لاخر لحظه، وشاركنا بالعروض يعني ديمونستراسيون كيفيه. ودد المشاركه كانت فيها يعني دفاع عن النفس بالايادي الفارغه، وكان دفاع عن النفس بالايادي بالاسلحه يعني، والحمد لله توفقنا في التقنيه ولا في التقنيه الدفاع عن النفس ولا في القواعد، يعني توفقت انا عبد ربي بالمرتبه الاولى، الاستاذ المستوى عالمي، والاستاذ محمد بن مان هو تفوق في بالمرتبه الاولى يعني في سيلف ديفونس يعني في الدفاع عن النفس وفي تقنيه الكاتا، وتفوق الاستاذ ادريس الشعيبي من مدينه الداخله هو بالمرتبه الاولى، وتفوق الاستاذ محمد خليل بالمرتبه الثالثه، وبعض التلاميذ من مدينه العيون اللي توفقوا في الدرجه الاولى يعني في المرتبه الاولى، يعني تقريبا طفلين في المرتبه الاولى، يعني حنا شي سته لحد الان ما عمرنا خدينا شي دعم من حتى شي جهات، حنا كندعموا روسنا بروسنا، يعني كنتكرفصوا مع الوليدات حتى كنوصلهم لذاك الشيء اللي بغاو. حتى ملي توجنا حاليا ابطال العالم دوزناها في الفيسبوك وكل شيء شافها وكتبنا عليها، يعني وحتى شي واحد ما عيط لينا ولا اتصل بينا ولا شجعنا لا من حتى من شي جهه، يعني ما لقيناش شي دعم ولو معنوي ما لقيناش. وحنا الهدف ديالنا حنا راه ماشي هو الماديات ولا شي حاجه، الهدف ديالنا هو تكوين واحد الشباب صالح للنفس ديالو والاهل ديالو والوطن ديالنا. ونكذب عليك الا قلت لك انا شي واحد تيعطينا باش نشاركوا ولا شي حاجه. كان عندنا سابقا دوزنا واحد البطوله دوليه في مدينه في دوله تونس في جزيره جربه، ودقيت البيبان. رغم ذلك كانت عندنا عزيمه، واخا ما عاونوناش واخا ما سميتوناش يعني ما حبطوناش، يعني كان عندنا واحد الاراده، لان باش حنا اتفقنا حنا كاع الوليدات التلاميذ وبعض الاساتذه اللي غادي نمشيو باش نشاركوا، ان تكون عندنا واحد الاراده، حنا غاديين على قبل العالم الرياضي غنمشيو غنهزوا العالم الرياضي غنوريوهم، واخا حنايا ما دعمتوناش راه حنا عزيزه علينا بلادنا ومشينا باش نهزوا العالم، وهزينا الحمد لله. وباعوا الوليدات، اللي باع البورتابل ديالو راه باعوا، اللي تسلف راه تسلف. وانا شخصيا انا عاونوني الناس باش خلصت انا البي ديالي ومشينا، وحققنا واحد يعني كان عندنا حضور تما في تونس، حققنا واحد 18 ميداليه ذهبيه يعني المراتب الاولى، كنقولوا ميداليه ذهبيه يعني غير معنويه، ماشي خدينا شي ميداليات اللي هما ديال الذهب، يعني غير المرتبه الاولى ضربنا 18 مرة، وفي المرتبة الثانية جوج خطرات، وفي المرتبة الثالثة
جوج ميداليات، يعني واحد المحصول ديال 22 ميداليه. اولا الطلب الاول اللي تنطلبوه هو يفتحوا لنا بعض القاعات في هذه الاونه هذه اللي حنا التلاميذ ديالنا راه تقريبا كاين اللي مشى للهويه، كاين اللي مشى للادمان، حنا كنقضوا من الادمان. دابا كاين اللي كيمشي اللي مشى ما لقاش لونطريمون راه كيمشي يدير حاجه اخرى. يعني حنا ملي كتشوف التلميذ ديالك مشى للهويه راه كتحس بانك داك التمارين اللي ضربتي معاه كامله مشات في الزيرو. هو الطلب الاخير ديالنا وهو حنا كنناشدوا وزاره الشباب والثقافه والرياضه في شخص وزيرها المحترم ان تلتفت لهاد الابطال. حنا عندنا دابا ابطال، عندنا موارد بشريه، يعني ابطال المشاعر على الصعيد الوطني، يعني على الصعيد الوطني والافريقي والدولي يعني العالمي. يعني ما خصنا والو، خصنا غير يلتفتوا لنا وباش نزيدوا نكونوا هاد الابطال هادو، نزيدوا بهم للامام. والا راه غادي ما لقيناش الامكانيات راه الابطال ما غاديش يتزايدوا، ما يكونوش بكثره، غادي يتناقصوا، وشي غيبقى متبع المسار ديالو الرياضي وشي غادي يمشي لاتجاهات اخرى من الادمان من بزاف الحوايج. وكناشدوا كذلك الوزاره المعنيه انها تعاوننا باش نديروا واحد الهيئه، واحد ناسوا واحد جامعه ملكيه ديال هذا الاسلوب هذا باش نلقاو باش نخدموا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.